كان للحجر الصحي الذي فرض بعد انتشار وباء كورونا خلال العامين الماضيين الكثير من التداعيات السلبية على سكان الأرض عموماً والفرنسيين خصوصاً. أزمات ومشكلات كثيرة كانت لدى البعض، لكن آخرين نظروا إلى الأمر كفرصة لتعلم أشياء أخرى، مثل السيدة هن التي قررت أن تدخل عالم الغناء. المزيد مع ليث بازاري. أثر الحجر الصحي بسبب انتشار وباء كورونا العام الفائت سلباً على الكثير من الفرنسيين وسكان الكرة الأرضية، ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً اجتماعياً. سمعنا عن حالات طلاق هنا ومحاولات انتحار هناك، لكن البعض نظر إلى النصف الممتلئ للكأس أي نظرة إيجابية كهيلين التي قررت أن تدخل عالم الغناء إبان العزل الجماعي وحظر التجوال في فرنسا. كيف ذلك؟ هيا بنا لنشاهد. أمضت هذه الستينية وقتها بين مشاهدة حدائق العاصمة الفرنسية من نافذة منزلها تارة، وتنسيق زهور غرفة استقبالها تارة أخرى. إبان العزل الجماعي في فرنسا العام الفائت، إلى أن راودتها فكرة احتراف الغناء. تواصلت مع أحد عازفي البيانو وهو مدرب غناء في آن ليساعدها على تحقيق حلم طفولتها. في الأصل درست هندسة الديكور وعملت في جميع أنحاء العالم، ثم قررت العيش في باريس بعد قضاء 10 سنوات في لوس أنجلوس، 10 سنوات في نيويورك، و 15 سنة في لندن. اخترت هذا المنزل الجميل الذي يطل على حديقة باريسية، وعندما بدأت الجائحة كل شيء توقف. تقضي هيلين أو هيلين إن باريس وهو اسمها الحرفي ساعات طويلة على تمرين حبالها الصوتية وتعلم أداء طبقات الغناء ومواكبة نوتات عازف البيانو هذا في بيتها الباريسي، ولم تتردد بتقديم أغاني لمغنين فرنسيين تركوا بصماتهم في عالم الغناء الفرنسي كشارل أزنافور وإديت بياف. قلت لنفسي لماذا لا أرفع عن متابعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأجعلهم سعداء، خصوصا أنهم كانوا بوضع مقلق. ثم بدأت بارتداء قطع أزيائي والتقاط صور أمام اللوحات التي تنتشر في منزلي، وفي يوم من الأيام قلت لنفسي لما لا أغني أغنية صغيرة؟ أشهر من المثابرة على الغناء، أطلقت هيلين إن باريس أولى أغانيها التي لاقت إعجاباً في فرنسا، وهي تستعد اليوم للمشاركة في مسابقة يوروفيجن العام القادم والتي ستمثل فرنسا فيها. جي ان شو تيليفيزي كون فا فير كون فا سيرتينمون فوندر ا نتفليكس. أعمل على إنتاج برنامج تلفزيوني الذي سيباع لاحقاً لنتفليكس، إذ أعمل عليه بجد مع فريقي لساعات طويلة، كما أعد حفلاً موسيقياً. آمل أن أقيم حفلاً خيرياً. النجاح يأتي إذا كان هناك شغف، وإن لم يكن ذلك لا ننجح. Sometimes your heart is torn between right or wrong. Sometimes you seem fragile while you are so strong. La vie est ainsi faite de victoires, de défaites et de fêtes. And it's never too late pour faire ce qu'on a à faire. تقضي هيلين ما يقارب 10 ساعات في التمارين على الغناء، وتقول أن الوصول إلى الهدف قد يكون صعباً، لكن الاستمرار والتقدم والمنافسة تكون أصعب في معظم الأوقات، وتطمح بأن تقدم موهبتها على خشبات أشهر مسارح العالم. ليث بازاري، العربية، باريس. ليث يبقى معنا للحديث عن مواضيع عدة. وليث، أنت في منزل من؟ ليش اليوم داخل منزل؟ يا ريت بمنزل بس يا عادل ومروة. صباح الخير. إحنا بغرفة نوم هيلين، من هون انطلقت هيلين إن باريس في تعلم الغناء. شوفوا هالبيت، تفرجوا هالمنظر معي. مثلا إحنا أبخش توا ماتيو سي تو فو، برج إيفل هون،
غيد غيفولي هون تحدينا، وتخيلوا انه هاي الحديقه كلها تويلغي كانت موجوده تحت تصرف هيلين ليكون عندها انسبيريشن او استيحاء لتعلم الغناء. على كل حال احنا في البيت ومثل ما بنسمع صوت في صوت هيلين تتدرب كل يوم، اليوم اختارت اغنيه استوار لسوار دانامور. encore un peu This story is about Morocco, my love to Morocco. Hello. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. Genre d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va. هذه أجواء هيلين يا جماعة، مثل ما شايفين غناء زهور، كأنه يعني مثل ما حكينا بالتقرير العزل الجماعي مش بس ولد أشياء سلبية. هاي الزهور في بيت هيلين كل يوم تقوم بتغيير هذه الزهور في بيتها. طبعا بيتها كبير، اذا ما احنا فتنا على غرفتين، بس لازم يكون في ابداع بهذا كأنه الجمال. جاليري دار. يعني خلينا اسالك استفسار بسيط، هي بدات بعد الستين وهتعمل اشياء كثيره، ايه هو المتوقع انه يكون في نجاح اكبر خلال السنوات القادمه؟ سريعا لانه وقتنا خلص. نعم أكيد، هي بتحضر لبرامج تلفزيونية مثل ما حكينا بالتقرير، على ذلك هي تشارك، يعني هدف هيلين يكون في أشياء خيرية أو أعمال خيرية من خلال الغناء، فهيلين دائما تبحث عن الجديد. ماذا تحضرين؟ The 17th of September, my big love affair, my new song will be out on YouTube and all platforms. يعني بتحضر لأغنية جديدة هيلين يوم 17 من سبتمبر. أول ما تنزل هاي الأغنية الجديدة. كل التوفيق لها ولك يا ليلى. ونتمنى لها التوفيق. شكرا جزيلا. يبدو أن هيلين لم تكن تعاني في الحجر في كورونا. كانت مستمتعة. والله كانت مستمتعة. إحنا اللي كنا نعاني.